جيف بيسوس يتنازل عن عرش رئاسة أمازون، ويلن تناقش تقلبات الأسواق خاصة جيم ستوب، وتحسن كبير بالنشاط الاقتصادي للسعودية والإمارات. أهلا بكم في الأسواق العربية. في السعودية ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن IHS ماركت بشكل طفيف الشهر الماضي إلى 57.1 نقاط، وهو أعلى مستوى في 15 شهراً. ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تسارع نمو الإنتاج وتحسن المبيعات والصادرات، إضافة إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت. في الإمارات تحسن النشاط الاقتصادي مطلع العام الحالي، فيما شهد سوق العمل في الدولة نمواً للمرة الأولى منذ أكثر من سنة. وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر أيضاً عن IHS ماركت عند 51.2 نقاط في يناير الماضي، لتأتي مستقرة مع قراءة شهر ديسمبر الذي سبق. هذا وأنهى سوق العمل 13 شهراً من فقدان الوظائف. أعلنت شركة أمازون عن تحقيقها أرباح فصلية بأكثر من الضعف مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2019، وسجلت الشركة أرباحاً ب7.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي. من جهة أخرى، أعلنت الشركة أن رئيسها التنفيذي جيف بيسوس سوف يتقاعد من منصبه في الربع الثالث من العام الحالي. ارتفعت الأرباح الفصلية لألفابت، وهي الشركة الأم لجوجل، بنحو 42%، وذلك مقارنة مع الربع المماثل من عام 2019، لتتجاوز 15.2 مليار دولار. استدعت وزيرة الخزانة جانيت يلين المنظمين الماليين لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق، خاصة على بعض الأسهم مثل جيم ستوب وشركة روبنهود. يأتي هذا التحرك في وقت دعت فيه يلين لعقد اجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي.